الحلقة المحذوفة من توم وجيري. صدقوني بعد ما تشاهدوا اللقطات المحذوفة راح تدمر طفولتكم بمعنى الكلمة. إذا خلينا نقول بسم الله ونبدأ على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو راح نحكي عن اللقطات المحذوفة من كرتون توم وجيري وراح يخليكم يتدمر طفولتكم. بهذا الفيديو راح نستضيف شخص لمن تعرفوا مين هو راح تنصدموا. كلياتنا نحن وصغار كنا نتفرج على فيلم الكرتوني توم وجيري. كان في حلقات نتفرج عليها وهي مرعبة، وهي الحلقات منعت من أكثر من دول. هي الحلقة الكل بلكي شايفها على التلفزيون، بس بتعرفوا انه هي الحلقة منعت أكثر من دول؟ تبدأ الحلقة المحذوفة بهذا الشكل. كالعادة تبدأ الحلقة بالمقدمة. توم كان نايم جنب التخت وفجأة جيري دخل على الغرفة، ولكن الشيء الغريب بالموضوع انه جنب جيري كان في شبيهه لجيري. هذا الشبيه مختلف تماما عن جيري، وأهم الشيء هذا الكائن كان مختلف بالعيون من جيري، كانت عيونه صفراء وكبيرة. توم بأول ما شاف شبيه جيري نط على التخت ولف صاحبته، وحتى توم من كتر ما لف صاحبته كانت رح تختنق. صاحبته قامت من النوم ومسكت توم وقالت له: يا أحمق، هذا فأر وحيد، لماذا تخاف؟ بعد هديك اللحظة صاحبة توم أخذت توم وشلفته على الحائط كالعادة. هون توم من شدة خوفه كان واقف عند الحائط وما عم بتحرك. فهون جيري اجى لعند توم وقال له هذا شبيهي بهديك الغرفة. توم قال: انا عم بشوف خيال، هداك فقر. وانا اصدقائي اسف وقفتكم نص الفيديو، بس لازم احكي شغلة كتير مهمة. للأسف 80% من المشاهدين ما لهم مشتركين بالقناة، فبتمنى من الكل ما له مشترك بالقناة هلأ يشترك على القناة، لانه ما تمشي حتى نصل 50,000 اخ واخت على اليوتيوب. قط خرجي اقتله. توم هو سو حال الزلمة فات على الغرفة. هون توم فات على الغرفة. توم اول ما فات على الغرفة شاف شبيه جيري وبلش يلعب فيه فيشة. توم بلش يضرب شبيه جيري من محل لمحل. قام شبيه جيري فورا اختفى. هون توم بلش يخاف بشدة. هون توم من شدة خوفه اتجه على كرات البولينج. توم هون واقف تحت كرات البولينج، فورا بيطف فوق توم طابة بولينج، والشيء اللي رمى كرة البولينج هو شبيه جيري، يعني هو مخلوق الغريب. فهون توم بطل يضاين من خوفه، فورا طلع لبرا واتجه على سفينة الفضاء. هون المخلوق الغريب تحول الى توم وصار يشبه توم. جيري هون اجى على الباب فشاف شبيه توم. شبيه توم لف راسه 180 درجة. جيري اول ما شاف انه لف راسه 180 درجة فورا هرب على سفينة الفضاء، ركب مع توم وسافروا على الفضاء. فعافوا شبيه توم اللي هو مخلوق الغريب مع الصاحبة. فهون المخلوق الغريب تحول الى توم مرة تانية وفتر راسه 180 درجة وصار يضحك ضحكة نهائية. فهي الحلقة حذفوها بعدة دول لهذا السبب. السبب هو انه بداخل هذا الكرتون في الجن، يعني الطفل لو عرف معنات هي الحلقة راح ينام بالكوابيس ويفيق بالكوابيس، لانه الكل بيعرف انه الجن بتحول الى كائن مثل خروف او اي شيء. بس الجن لمن بختلف الى كائن معين لازم يكون شغلة ما بتشبه الكائن. فمثال اذا الجن راح يتشابه بالبني ادم، الجن ما بده يشبه اجر البني ادم او راسه او عينه إلا ما هو شيء يتغير بشكله. وبهذا السبب انحذفت هي الحلقة وباقي الدول عافت هي الحلقة. فبيكون هنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله بيكون عجبكم الفيديو. هذا هو حسابي الانستغرام، الكل يروح يتابعني لأنه عم بنزل ستوريات وعم بقول شو أسايب الحلقة الجاية، وانتو بتعطوني مثال أو بتعطوني أفكار لأسايب فيديوهات جاية. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك. يلا سلام.